لما تقولي واخا عليك واخا عليك المسؤولين على الساحه الفنيه. علاش؟ علاش؟ لان للاسف ما يمكنناش نعتبره بان الفن مهنه. النهار اللي غنعتبروه مهنه خص فريمون يكون عندنا بنيه تحتيه، وهذا الشيء راه الناس عارفينه، ولكن ماشي ما فيها بس اننا نعاودوا نفكروا الناس بهذه القضيه. علاش؟ لان بلادنا تبارك الله بلاد ثقافات، عندنا واحد الغناء خطير جدا، الاصوات، مواهب، طاقات، عرفتي راه باقي لها شي شويه وتنفجر. علاش؟ لان بكثره الموهبه اللي عندها. صح. فماذا بينا ان هاد الناس هادو نلقاو لهم واحد الاطار. سي فغي كاين ديك المعهد ديال ديزاداك، كاينين معاهد ولكن ماشي كافي. كنظن بان اليوم من حق المغرب ان تكون فيه جامعه ديال الفن. لمشاهدة برامج قناة تيليماروك تابعونا على فيسبوك وإنستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.